الحركات التي يتحركها المصلي تنقسم، أي حركة يتحرك بها المصلي في صلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. سجاج من قصاد تساو لامس في كفنا. حركة محرمة. كل كري هنا انكسكاسي. حركة مكروهة. يتطلع هنا انكسكاسي. حركة مباحة. مباح زملاء يتفقد هنا انكسكاسي. حركة مستحبة. يتوجد انكسكاسي. حركة واجبة. واجب هنا. ضع القلم. خمس حركات، أي حركة يتحركها المصلي نستطيع أن نحكم عليها بحكم من الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. من يوم انكسكاسي أحكام الخمسة فالسبعتها. حركة محرمة. من يوم حرام يوم انكسكاسي نو. الأكل. مولات. الشرب. متتات. الالتفات الكثير عن القبلة. كقبلة الناس لك كمزوازوار. الثاني حركة مكروهة. حركة يسيرة لكن لغير حاجة. الثالث حركة مباحة. وهذه الحركة التي تكون لحاجة. يعني هذا ألبس النظارة. سقطت النظارة فبأدنى حركة وضعها كما كانت. الرابع حركة مستحبة. وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، لو تحرك كانت الصلاة أكمل. بصلاة لي لو انكسكاسي لصلاة عمي ولو انكسكاسي. مثل سد الفرج مثلا. بكفتة مكاكي لو المسجد. الخامس حركة واجبة. واجب انكسكاسي. هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة. فرد ولو انكسكاسي يبالو مانو ياتشن انكسكاسي مادرك جديتا يهونا تالا درقا صلاة وود كم يهونا. وهو يصلي نظر وإذا على غترته نجاسة ماذا يصنع؟ هتم تعمل يهونا نجاسة ألا يعنن تالا سوكدو صلاة يبالاش. لابد من حركة واجبة يزيل هذه النجاسة عنه. ياتشن وديعون ما سوكد ألبت. نعم، هذه الحركات، أي حركة في الصلاة تندرج تحت هذه الحركات الخمسة. يا صلاة انكسكاسي كعبان مست أو أحكام الخمسة في السباتة.